اتخاذ القبور مساجد على معنيين، كلاهما يسمى اتخاذ القبور مساجد. المعنى الأول أن يبنى على القبر مسجد، أو يكون مسجد يدخل فيه القبر، اتخاذ القبر مسجد. المعنى الثاني أن يتخذ هذا القبر مكانا لعبادة الله، ده برضو شنو يا جماعة؟ مسجد. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت وإن لم يبنى مسجد، لما علقت على هذا الحديث قالت وإن لم يبنى مسجد، برضو شنو؟ طالما عبدوا الله عنده معناته اتخذوا المكان ده مكان للسجود وللركوع وللدعاء والعبادة والذكر، وظنوا انه مكان القبر ده العبادة فيه مقبولة عند الله، معناته اتخذوا شنو يا جماعة؟ مسجد. معناته اتخذوا مسجد. فالمعنيين ده المنهي عنهم، اذا كان بنوا على القبر او دخلوا القبر جوا المسجد المبني او بقى يعبدوا الله الله عند القبر، كل ده منهي عنه، لانه الشرك يا جماعة ما حصل على وجه الارض، اول ما حصل منذ ان خلق الله البشر ما حصل الا باتخاذ القبور مساجد، وما بنوا فوق مسجد الوقت ده. الشرك لمن حصل حصل باتخاذ القبور، قبر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لكن ما بنوا الوقت في الأول ما بنوا على القبور الخمسة دي مساجد، إنما اتخذوها مساجد بأن عبدوا الله عندها فاتخذوها مساجد، فحصل الشرك أول ما حصل بهذا الأمر، اتخاذ القبور مساجد أي بعبادة الله عند قبور الصالح، فكان هذا هو السبب والذريعة التي قادت قوم نوح إلى عبادة هؤلاء الصالحين الخمسة. فلسد هذه الذريعة ولقطع هذا السبب المؤدي إلى الشرك قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لهذا السبب، لقطع شجرة الشرك ولسد الذرائع المفضية المؤدية إلى الشرك بالله. لذلك الشرك أعظم ذنب محرم، والوسائل المؤدية إلى الشرك محرمة، شرك حرام، والوسائل اللي بتأدي له برضو شنو يا جماعة؟ برضو حرام. يعني كيف؟ يعني لو في زول بيدعو الميت المدفون في القبر ده، ده مش شرك وحرام؟ معروف شرك. لو في زول لو دار يدعو الله لنفسه لأولاده ما بيمشي بيدعو الله إلا عند قبر الصالح ده ذاته، برضو حرام، لأنه الأول شرك والثاني شنو؟ وسيلة مؤدية إلى الشرك، برضو حرام، لأنه أصلا ما بيدعو الله عند قبر الزول ده إلا لأنه عنده عقيدة في منه المدفون ده. وده كان أصلا تصرف وعقيدة قوم نوح في الأول، إنه الجماعة ديل قبورهم الخمسة ودوا سواع ويغوث، والجماعة ديل عبادة طلع عند قبورهم هنا عبادة مستجابة عند الله، بدوا كده. بعد ذاك هلكوا وهلك البعديهم وأجوالهم، إبليس جاء قال لهم لا لا ديل كان بيعبدهم هم ذات، يبقى وسيلة قادتهم للشرك ولا ما قادتهم؟ وبدت الحرب بين التوحيد والشرك من اليوم ذاك، من اليوم ذاك ربنا رسل لهم نوح أول رسول ودعاهم 950 سنة في شرك، هم بدوه بحسن نية 950 سنة وما آمن معه إلا شنو؟ إلا قليل. وبدأ الشرك بحسن نية ولا ما حسن نية؟ بيعبدوا الله 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 ما ديل الله عند قبر ديل، اشتغلوا فيهم 950 سنة برضو ما مرق منه، وما آمن معه إلا قليل.